بيتهيألي تاريخ كبير يا عبد اللطيف، يعني انت بتتفرج على التقرير بتفتكر ايام وسنين بتعدي كتير. بدأت مع النادي الاهلي امتى؟ 2006 جيت من نادي الطيران. ما شاء الله 15 سنه، جيت على سن قد ايه يا كابتن عبد؟ 23 سنه. 23 سنه ومن ذلك الحين وانت موجود في النادي الاهلي؟ لا خرجت سنتين. طلعت اعاره او حاجه؟ لا طلعت سنتين نادي الزمالك ورجعت تاني كملت الخمس سنين. طيب كلمني عن اولا طبعا انت كنت نموذج خلقا طبعا وفنيا الاثنين، يعني بامانه يعني اديت مثل للعيبه الصغيرين وعلمتهم كتير. خليني اتكلم في مشوارك مع النادي الاهلي. اكتر محطه انت كان فيها صعوبات وحسيت ان لا المحطه دي يعني مش هنساها كانت ايه؟ في النادي في البطولات يعني في البطولات؟ طبعا. لا في كتير يعني في بطولات افريقيا مثلا 2010 في تونس كانت بطوله احنا كنا في مشكله ساعتها في معسكر كنا في تركيا وخلاص قلنا مش في بيلاروسيا. بيلاروسيا. كان ساعتها في البركان اللي هو الطيران وقف وخلاص واحنا كنا هنرجع مصر. فمره واحده يلا انتوا مسافرين تونس دلوقتي. سافرنا تونس والحمد لله البطوله كانت لعبنا الصفاقس قبل النهائي ولعبنا النجم في المجموعات لعبنا الزمالك في النهائي في 2010 كانت بطوله حلوه جدا. يعني انت شايف البطوله دي كان وكمان خلي بالك انت بطوله 2017 البطوله دي كانت اتكلمنا عنها. البطوله دي كانت خسرنا دوري وسافرنا خسرانين والبطوله في ملعب الترجي ولعبنا الترجي لما منع الصاب الصليبي في الصليبي في الماتش النهائي واحنا البطوله دي احنا غطيناها هنا في قناه الاهلي. طبعا. فلا كانت بطوله صعبه جدا في ماتش في الصاله في الترجي كسبنا الترجي في المجموعه وبعد كده قابلنا قبل النهائي في فرقه الجزائر كان ماتش صعب برضه صعب انا فاكر. بعد كده الماتش النهائي مع النجم الساحلي وفزنا وانا فاكر كمان ان احنا كنا زي ما انت قلت كنا خسرانين هنا كنا يعني خسرانين الدوري ومسافرين تاني يوم وكابتن محمد مصالحي والنادي اصروا انتوا تسافروا. الموضوع كان قرار منتهي احنا هنسافر احنا الموضوع ملوش دعوه والبطوله دي كانت بدايتكم بدايه عوده بقى بدايه الفرقه يعني لان هي كابتن ميدو لما جه كان بيبدا يرجع شكل الفرقه من تاني بعد كام سنه كانت الدنيا مش مظبوطه فدي كانت البدايه بعد كده الحمد لله يعني 17 بتهيألي من البطوله دي الحمد لله ما نزلناش خلاص الحمد لله يعني فعلا هي بطوله الكاس الاخيره دي ودي لظروف صحيح غير كده ما فيش حاجه الحمد لله صحيح.